السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا أصدقائي إلى هذا الدرس الجديد من سلسلة تعلم البايثون خطوة بخطوة من الألف إلى الياء المستوى الأول. نلتقي مع الدرس الرابع من دوال الكلاس سترينج بعد أن تعرفنا على دوال البحث ودوال التجزيئ وكذلك الأمر دوال الترديل. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن دوال المقارنة في بايثون. كما تلاحظ لدينا المتغير A قمنا بتعريفه على أساس أنه متغير نصي، وقمنا بإدخال العبارة Welcome in Syria أو أي عبارة نصية تريد أن تقوم بإدخالها. الآن قمنا هنا بطباعة Print A، وإذا ضغطت على Run ستلاحظ ظهور النص العبارة النصية التي تراها أمامك. الآن أول دالة سنستخدمها في دوال المقارنة هي الدالة Up، تفيد بأنها ترجع نسخة من النص الذي نمرره لها عند استدعائها مكان البارامتر، وتكون كل أحرفه كبيرة. وبالتالي الآن أنا إذا أردت أن أطبع النص بشكل كبير سأطبق التعليم أكبر على المتغير A، فأكتب A نقطة، إذن أكتب A نقطة، ومن ثم أقوم باستدعاء التعليم أكبر، وبعد ذلك أقوم بإغلاق القوسين بهذا الشكل. تستطيع إذا أعطيت الأمر Run ستلاحظ أن الأحرف بالكامل للمتغير A قد أصبحت أحرفا كبيرة، وهذا بكل بساطة ماذا تقوم به الدالة أب. لننتقل إلى الدالة المعاكسة تماما وهي الدالة لور، وتفيد الدالة لور بأنها ترجع نسخة من النص الذي تمرره لها كل أحرفه صغيرة. يعني مثلا في المتغير الذي تراه أمامك وهو المتغير A، على سبيل المثال أنا لدي هنا W بحرف كبير، وكذلك الأمر سوف أكتب M بحرف كبير، وأيضا لدي هنا S كبيرة، وأيضا سأكتب A كبيرة. الآن إذا قمنا بتطبيق الدالة lower وضغطنا على Ctrl Shift F10 أو Run، فإنك ستلاحظ أن جميع أحرف هذه السلسلة النصية قد تحولت إلى أحرف صغيرة بما فيها جميع الأحرف الكبيرة. إذن وهذا ما تقوم به الدالة lower بكل سهولة. الآن ننتقل إلى الدالة الثالثة من دوال المقارنة وهي الدالة swap case. طبعا لاحظ معي هذا النص في السلسلة النصية أو في المتغير A فيه أحرف كبيرة وفيه أحرف صغيرة. سأقوم بالحصول على متغير B، وهذا المتغير B سأفترض أنني سأطبق على المتغير A عملية السواب كيس. إذن سوف أطبق على المتغير A السواب كيس، وهنا أريد أن أطبع المتغير A وكذلك إذن print A، وأعطي هنا نصا تعريفيا A نقطتين، ومن ثم أطلب الA، وكذلك الأمر سوف أجري الأمر نفسه بالنسبة إلى B لكي أقارن بين التعليمتين، أو لكي أقارن بماذا ستفعل السواب. وبالتالي هنا أكتب B نقطتين ومن ثم فاصلة و B. الآن إذا قمت بالضغط على Run لاحظ معي النتيجة التي جاءتني بالنسبة إلى A و B، حيث تلاحظ أن الأحرف الكبيرة في A قد تحولت إلى أحرف صغيرة، والأحرف الصغيرة قد تحولت إلى أحرف كبيرة، أي أن الموضوع هو موضوع عكسي. وبالتالي فإن التعليم swap تقوم بإرجاع نسخة من النص الذي قمنا باستدعائه مع قلب الأحرف الكبيرة فيه إلى أحرف صغيرة، والأحرف الصغيرة إلى أحرف كبيرة. ننتقل إلى التعليمة الرابعة من تعليمات المقارنة وهي التعليمة Capitalize. طبعا هذه التعليمة تفيد في أنها تمكنك من إرجاع نسخة من النص الذي تمرره لها عند استدعائها مع تحويل أول حرف فيه لحرف كبير. وبالتالي هذه الدالة تكون مفيدة في حال كنت تريد أن تبدأ أي جملة تريد عرضها بحرف كبير. يعني على سبيل المثال لو لاحظت النص الموجود في المتغير A، وافترضنا أن هنا W كانت صغيرة، وأنا تابعت بكتابة Welcome in Syria we are lovely people
بهذا الشكل. فعندما تقوم أنت بتعريف أو باستخدام الدالة capitalize على المتغير A على سبيل المثال، فتقول A نقطتين capitalize. الآن ماذا ستفعل هذه التعليمة؟ فقط سوف تقوم بتحويل حرف W إلى حرف كبير، وبالتالي لو قمنا بالضغط run تلاحظ أن W جاءت بحرف كبير ولم تتعامل مع أي أحرف من باقي النصوص، بل إنها لاحظ حتى الM كانت موجودة هنا بحرف كبير فأعادتها إلى حرف صغير، أي أنها قامت بإرجاع جميع أحرف النص هي أحرف صغيرة بينما فقط بداية السلسلة النصية كانت كبيرة، حتى أن سيريا هنا لاحظ أن سيريا أصبح الإس صغير رغم أنه كان كبير في السلسلة النصية. إذن بكل سهولة فإن capitalize تبدأ الجملة بحرف كبير وباقي الجملة تجعله أحرفا صغيرة. لننتقل الآن إلى التعليم التايتل. طبعا كثيرة هي الأحيان التي تريد أن تكتب نصا وتريد أن تعرض عنوان لهذا النص وتضع كل حرف في كل كلمة من هذا العنوان بحرف كبير، فإنك هنا لابد لك من استخدام تايتل. لنعود إلى نصنا السابق في المتغير A ونقوم بالتطبيق على المتغير A التعليم التايتل. الآن سوف تتحول كل كلمة في هذه الجملة بدايتها إلى حرف كبير. لنشاهد، لاحظ كيف كتب welcome و in Syria we are lovely people بهذا الشكل. إذن هذه هي بكل بساطة التعليمة تايتل. ننتقل الآن إلى التعليمة join التي تكلمنا عنها في بداية دروسنا عن السلسلة السلاسل النصية، وقلنا أن التعليمة join تقوم بإرجاع نص جديد يمثل النص الذي قمنا باستدعائه مدمجا بالنص أو بمصفوفة النصوص التي نمررها ضمن القوسين في join. على سبيل المثال hello world. الآن سنعرف متغيرا آخر وهو المتغير b، وسنقوم بأن المتغير b هو عبارة عن الإشارة النصية نجمة. إذن بعد أن تقوم بتعريف المتغيرين الآن كيف تقوم بوضع الدالة join؟ أولا تضع النص الذي تريد أن تدمجه مع النص الأساسي، فأنا أريد أن أدمج النص نجمة مع النص الموجود في المتغير A، وبالتالي أبدأ ب سأقول أنني أريد أن أطبق خاصية الدمج على النص نجمة. إذن على المتغير B سوف أطبق خاصية الدمج وسوف أدمجه مع النص الموجود في A، وبالتالي ستكون النتيجة هي دمج أو إدخال النجمة على المتغير A. هذه هي الطريقة، عندما تكتب المتغير B نقطة join ضمن القوسين المتغير A فأنت تقول أدخل الموجود في المتغير B إلى المتغير A، وبالتالي إذا ضغطنا على run لاحظ معي كيف قام بإدخال النجمة إلى داخل المتغير A. إذن دائما تقوم بوضع المتغير أو العبارة النصية التي تريد أن تدمجها ومن ثم نقطة ومن ثم التعليم join ومن ثم المتغير النصي الذي تريد أن تضع داخله العبارة التي تريد أن تقوم بدمجها. وبالتالي إذا أنا قمت هنا بتعريف مصفوفة بدلا من hello world وفي هذه المصفوفة قمت بوضع على سبيل المثال ثلاثة عناصر مثلا we ومن ثم you ومن ثم على سبيل المثال they، ونريد أن ندمج العنصر B أو محتويات B مع المصفوفة، وبالتالي بنفس الطريقة على سبيل المثال أنا أريد أن أضع هذه الإشارة الماينوس، إذن أنا أريد أن أدمج إشارة الماينوس مع عناصر المصفوفة A، وبالتالي أضع B المتغير الذي أريد أن أدمجه ومن ثم نقطة join ومن ثم المتغير الذي أريد أن أضيف الدمج إليه، وبالتالي سأحصل هنا على we minus you minus و they minus. الآن بهذا الشكل أقوم بالضغط على run لاحظ كيف جاءت we minus you minus و they minus. إذن بهذه الطريقة استخدمنا عبارة الدمج join. لننتقل إلى العبارة الأخرى وهي العبارة center. طبعا العبارة center تستخدم لعرض النص الذي نقوم باستدعائه في وسط السطر،
وبالتالي إذا قمنا بإدخال الآن عبارة نصية في المتغير A، نعود إلى Welcome you in our channel. هذا الشكل، هذه العبارة المعرفة في المتغير A، أريد أن أعمل لها سنتر. طبعا في الخاصية سنتر أنت يجب أن تعرف من كم حرف يتألف السطر لديك، وبالتالي أنا أريد أن أطبق السنتر على المتغير A، فأضع A نقطة ومن ثم سنتر. بعد أن أضع سنتر الآن هنا يجب أن أدخل رقما، هذا الرقم يمثل عدد الأحرف المفروضة لديك، وبالتالي أنا إذا افترضت على سبيل المثال أن عدد الأحرف المفروضة لدي هي 50 حرف، وبالتالي ضغط على الأمر Run، لاحظ معي كيف قامت هذه العبارة بالتشكل. طبعا لو أردنا أن نعرف كم حرفا موجودة في هذه السلسلة فإن يمكننا بكل سهولة استخدام التعليم لين من أجل الحصول على أحرف A. لنقوم بالتجربة ومن ثم نناقش الفكرة، برينت ولين وأيضا المتغير A. الآن إذا وضعنا هنا إشارة توضيحية وقلنا لين A ونقطتين، الآن نقوم بعمل Run، لاحظ معي أن طول المتغير A هو 26 حرف، وأنت قلت أن السطر يتألف من 50 حرف، فانظر معي هنا، إلى هنا انتهى السطر، كذلك الأمر هنا انتهى بداية السطر، وبالتالي قامت الدالة سنتر بعمل توسيط لهذه السلسلة النصية. بداية التوسيط تبدأ من هنا تنتهي هنا بهذا الشكل. فبما أن السلسلة كانت 26 حرف، لو قمنا بوضع أنني أريد أن السطر يتألف من 26 حرفا، وبالتالي إذا قمت بعمل رن هنا لن يحدث أي شيء، وبالتالي لاحظ معي السطر منتهي هنا ولن يكون أي فراغات. إذن تقوم الدالة سنتر بعمل توسيط للسلسلة النصية ضمن السطر الذي تعرفه أنت، يعني إذا قمنا هنا بتعريف أن عدد أحرف السطر الواحد هي 30 وقمنا بعمل رن، وبالتالي ستشاهد هنا وجود حرفان هنا وأيضا حرفان هنا فقط لا غير، لكي يقوم النص بالتوسيط. وبهذا الشكل نكون قد عرفنا الدالة سنتر واستخدمناها بكل سهولة. طبعا يمكنك أيضا أن تستبدل في الدالة سنتر بدلا من الفراغات أي شيء تريد. على سبيل المثال أنت أردت أن يضع بدلا من الفراغات الإشارة نقاط، وبالتالي إذا ضغطت على ران لاحظ معي كيف وضع نقطتين في بداية السلسلة ونقطتين في نهايتها، كذلك الأمر أي إشارة أخرى تريد أن تستخدمها فإنك تستطيع استخدامها بكل سهولة. إذن لا تتطبق هذه العبارة إلا إذا كان السطر يتألف من عدد من الكلمات أكثر من عدد كلمات السلسلة النصية التي قمت باستخدامها. لننتقل إلى التعليمة الأخرى وهي التعليمة Expand Tabs. التعليمة Expand Tabs هذه التعليمة ترجع نسخة من النص الذي نقوم باستدعائه مع مضاعفة حجم المسافات الفارغة Tab Space التي تم إضافتها في النص بواسطة الرمز Slash T. على سبيل المثال أنا لا أريد هذا النص الآن ولا أريد هذا أيضا، سأضع Print A، ولكن هنا سأقوم بإضافة إلى السلسلة النصية Slash مع حرف T، وهذه تعطي تاب في البداية. لو قمنا بعمل رن لكي نشاهد، هنا لا نريد هذه أيضا، الآن نقوم بالضغط على رن، لاحظ جاء هنا Welcome you in our channel، وهنا ترك 4 مسافات هي التي تدل على التاب طبعا وهي الديفولت للتاب. وبالتالي تقوم التعليمة Expand Tabs بتوسعة التابس. هنا استخدمنا التعليمة Print A لنكتب Print، من ثم سنقوم بإضافة Expand Tabs على المتغير A، A Expand Tabs، وسنترك القوسين هكذا لن ندخل أي تابس نريد. وبالتالي إذا ضغطنا على Run لاحظ معي كيف قام، أنا لدي هنا 4 فراغات وهو تاب واحد، قامت بإضافة فراغ تاب واحد وبالتالي حصلنا على 8 مسافات فارغة. كذلك الأمر لو أردت أن تضع على سبيل المثال هنا Expand Tab 12 وقمت بعمل Run لاحظ كيف حصلنا هنا على 12 Space بينما الديفولت هو 4 Space، وإذا استخدمت Expand Tabs ستحصل على 8 Space. لننتقل إلى التعليمة الأخرى وهي
L-strip، ونقصد بـ L-strip هي left strip، أي أنك ستقوم بإرجاع نسخة من النص الذي تقوم باستدعائه مع إزالة أي مسافات فارغة موجودة في بدايته. يعني إذا جئنا إلى السلسلة النصية هنا، قمنا بوضع فراغ 2-3 هنا، كذلك الأمر 3 فراغات في النهاية. والآن نريد أن نستخدم على المتغير A التعليم left strip، إذن بهذا الشكل. الآن لو قمنا بعمل run لنلاحظ ماذا سيحصل. انظر معي إلى المتغير A، هنا يوجد الفراغات الثلاثة التي قمنا بوضعها، كذلك الأمر هنا يوجد الفراغات الثلاثة. لاحظ من left لم يبقى أي فراغ عندما طبقنا التعليم left strip، بينما من right فإنه يوجد فراغ. وهذه بكل سهولة، left strip تحذف جميع الفراغات أو المسافات الفارغة من يسار السلسلة النصية. وبالتالي بنفس الطريقة تماما أستطيع أن أستخدم التعليمة الثانية وهي right strip. وبالتالي إذا استخدمت هنا R وقمت بعمل run، لاحظ هنا المسافات في يمين السلسلة النصية لم تتغير أبدا، بينما هنا في المتغير A يوجد مسافات، بينما هنا لم يبقى أي مسافة عندما استخدمت R strip. لننتقل الآن إلى التعليمة الأشمل وهي التعليمة strip. في التعليمة strip فإنك تستطيع أن تحذف جميع الفراغات سواء كانت في بداية السلسلة النصية أو في نهايتها. وبالتالي نقوم بالتطبيق. لاحظ معي هنا الفراغات في المتغير A موجودة في اليمين وموجودة في اليسار، بينما في النتيجة التي استخدمنا strip لا يوجد أي فراغات أبدا. إذن بهذه الطريقة نستخدم التعليمة strip و left strip و R strip. لننتقل إلى التعليمتين الأخيرتين في درسنا لهذا اليوم وهما left just و right just. لنبدأ بالleft just. طبعا تفيد التعليمة left just بأنها ترجع نسخة من النص الذي قمنا باستدعائه مع إضافة مسافات فارغة في نهايته إذا تجاوز عدد أحرف العدد الذي نمرره مكان البارامتر ضمن القوسين. وبالتالي إذا استخدمنا التعليمة left just وقمنا بتمرير بارامتر بأنه هو عبارة عن 40، وقبل أن نناقش هذه الحالة دعونا نحذف الفراغات الموجودة هنا بالكامل. والآن نضغط على run، لاحظ معي هنا المتغير هذا لا يوجد به أي فراغ، بينما هنا قام left just بإكمال عدد الكلمات لكي بفراغات لكي نصل إلى نهاية السطر وهو 40. وبالتالي لو قمنا بعد عدد أحرف السلسلة النصية أو المتغير A هنا على سبيل المثال وأعطينا الأمر run، لاحظ معي أن عدد الأحرف هو 26. لو أضفنا جئنا إلى left just وقمنا بوضع أنني أريد أن أضع 27، أن السطر يتألف من 27 حرف، وضغطنا على run، لاحظ معي هنا أنه قام بإضافة في اليمين فراغ واحد وهو من أجل إكمال السطر. ولو وضعنا 30 سيضيف طبعا 4 فراغات. لنشاهد، هذه هي 4 فراغات تماما، 1-2-3-4، إذن أضاف 4 فراغات من أجل إكمال السطر. هذه هي تعليمة left just، قامت بإضافة مسافات فارغة في نهاية السلسلة النصية من أجل إكمال عدد الأحرف في السطر الذي تحدده. لنأتي الآن إلى الR just، سأضع بدلا من left R وأبقي على 30 وأعطي الأمر run. لاحظ معي كيف أضاف الفراغات الأربعة في بداية السلسلة النصية. إذن فالفرق البسيط بين left strip وR strip وبين left just وR just أن الR just والleft just تقصد السلسلة النصية. وبالتالي عندما وضعت هنا R just فأنا أقول اضبط السلسلة النصية على اليمين وأضف فراغات لإكمال السطر على اليسار، بينما إذا كنت أستخدم left just L just فإنني أقول اضبط السلسلة النصية على اليسار وأضف فراغات إلى اليمين، بينما عندما كنا نتعامل مع R strip وleft strip فهي أقول احذف الفراغات في left strip، أقول احذف الفراغات من اليسار، بينما عندما استخدم R strip فإنني أقول احذف الفراغات من اليمين. بهذا الشكل أحبتي نكون قد تناولنا جميع دوران المقارنة في الكلاس سترينج، ويتبقى لدينا
توال المعالجة فقط في الكلاس سترينج لكي نكون قد انتهينا من النصوص في بايثون. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.